مساء الخير، هذه حلا وهذاك أخوها لوز. بس قبل ما أقولكم إيش صار الحلا اليوم، بقولكم قصة همستر قديم كان عندنا زمان، ما سبق صورته ونزلته، فمو هو من اللي أنتم تحبونهم اللي دائما أصوره لكم. ذاك الهامستر كان لعاب بشكل هائل، كان يموت بشيء اسمه لعب، ما مر علي هامستر مثله. مشكلته وش؟ مشكلته انه لما وجود كان تحطه بالقفص يتشعبط بالقفص ويعضعضه، وانا لما اشوف ذا المنظر خلاص ما اتحمل، اقولها يعني افكر انا جوا قلبي انه باي حق ليش ينحبس. وجود كانت تطلعه، ما تحبسه، كانت تطلعه بس في أوقات وتحت عينها. قلت لها أنا خلاص أعطيني إياه في غرفتي، غرفتي ما فيها أي خطر ويصير يعني يمشي فيها بدون القفص. قالت لي طيب، وفعلا هذا اللي كان يصير، وكان فعلا نشيط جدا جدا ولعاب، حتى يتسلق خصلات شعري. عمركم شفتوا همستر كذا يتسلق شعري ويطلع فوق وينط؟ كان يموت باللعب، أنا أبعده عني ما يروح، يرجع عندي يتسلقني، أبعده عشان أذاكر ويلعب، وكنت أموت ضحك عليه. في يوم من الأيام أسمع الموية حقته تقطر، الموية تقطر إذا ما انشربت فترة طويلة، وما كنت أدري وينه. قلت أوكي أكيد تحت السرير ولا شيء. يوم جيت أنام الموية لسه تقطر، ما أدري وين الهامستر ذا. ما أنساها كذا تيك تيك. المهم وقوم أقرب الغرفة ما لقيته، بعد فترة لقوه برا الغرفة طاح في بلاعة ومات. فمن يومها كنت أشوف حلم انه يطلع من البلاعة وهو مليان موية ويجي لين غرفتي ويبخ علي. يعني ايش يبخ؟ يعني يكشر عن انيابه ويطلع صوت الهجوم زي البسة لما تجي تهجم. كنت اتصدق عشان الله يغفر لي، لانه obviously مات بسببي، بس يعني اكتشفت انه انا من اللي يؤمنون انه الاحلام تندرج تحت علم النفس، انه انا اللي ما كنت غفرت لنفسي. فتعلمت شيء، تعلمت انه فيه احيانا رحمة، على قولتهم الرحمة اللي ما حد يبيها. في مثل يقول الصقر اللي يطير هو الجبان. وش المقصد؟ المقصد انه الصقر اللي يطير اللي يكبر ويتقوى ويطير هو اصلا اخر واحد يتعلم الطيران، لان اللي يتعلمون قبلهم اللي يموتون، اللي يطيحون ويموتون اخوانه اللي قبله، لكن آخر واحد يتعلم الطيران هو اللي طول بالتعلم وكان يأكل من أمه. فالصقر اللي يطير الجبان، مو دايما الكائنات اللي تبغى تطلع من القفص يكون هذا هو الشيء الصح، مو دايما الرحمة أننا نتعاطف. فحل اليوم طاحت في المسبح، كانت أمي دايما تقول يا فنان لا تخلين السلكاتة اللي هم حلا ولوز برا في الحوش لحالهم. طبعا لحقت عليها وانقذتها، بس لو ماتت اظن هالمرة فعلا ما بغفر لنفسي ولا الله بيغفر لي.